اولا السلام عليكم، معكم عبد العزيز السعودي من طريا. غادي ندوي لكم على المشاكل اللي تنعاني منها في طريا. حنا خاصنا الطريق، بغينا نفكوا العزله على الدوار ديالنا، والمسافه راه قصيره غير 6 كيلومتر. ماشي ما كاينينش مجهودات، كاينين مجهودات على الطريق بزاف، وراه دازو جوج مشاريع راه مزيانين ماشي ما مزيانينش، ولكن راه مازال ما تفكاتش العزله على الدوار ديالنا. حنا مازال تنهزو النساء الحوامل ولا المرضى على كتفنا باش نوصلوهم للبلاصه، باش تديوهم الازيلات الايمين تغانيمين، باش تديوهم الازيلات. وهذا الشيء راه مشكل صعيب بالنسبه لينا، وحنا راه بغينا يتفك داك المشكل ان شاء الله، وراح تنشوفوا راح تيداروا مجهودات كثار وداك الشيء. وغادي ندوي بالنسبه للانتاج ديال السياحه في طريا، راه مزيان، ولكن مزيان كان الانتاج مزيان، ولكن راه مازال ما كاينينش الاشارات ولا شي تشجيع بصفه عامه باش يكون السياحه بزاف في طريا. مثلا كنت دارت الطريق دي هذا الطريق هادي، والطريق اللي دازت لتين غير امس مريض، راه غادي يكون منتوج مزيان، وغادي يكون بزاف ديال السياحه، وغادي كلشي غادي يخدم ان شاء الله. وهذا الشيء كنتمناه يكون ان شاء الله.